سلام البنات، مرحبا بكم في قناة شيف نبيلة تيزاد. اليوم جبت لكم ان غراتا هايل خفيف وبنين بالبزاف، هو غراتا تاع الفيتينا. باش نديروه نسحقو ربع زوج ربطات تاع السلق لا الفيتينا. هاد لافاي اللي رقيقه انا غسلتهم ونقيتهم بيان. دوك نقطعهم، نحي هاد الزياده نرميها. نقطعهم هكذا يا صغير. بدات المقله تاعي تسخن، انا ماشي ما فورهم، ما نطيبهم في الماء. ندير هاد لاستيس، يجوك لي زيبيناو تاعك هايلين وبنان. هلا نديرهم في شويه زيت على النار ونحركهم حتى نحس بيهم بلي دبالو. راكي تشوفيها هكا بداو يدبالو، هي تشد الوقت واحد 10 ل 15 دقيقة ويوجدو. شوفي كيفاش ولاو. نديرهم في كسكاس باش يخرج منها الماء هذاك، ونجوزو نديرو طيبو البصل، البصل مع الثوم، ملح، زيت، فلفل كحل. نقلي البصل ديالي، نزيد لهم لي زيتينا، نكملو نحركو، نزيدو الثوم. الثوم لي زيتينا يحبو الثوم. هنايا ندير كويغا سوك بومبي، نحبو الثوم وزيت الزيتون، شويه ملح مع فلفل كحل. واش لي ملح لي زيتينا هادو نخليهم في الفريجيدار 2 أو 3 جوغ ما يخسروش. نديرهم بالجيه. دوك ندير لا بيشاميل. هنا درت 100 غرام تاع البوغ و 150 غرام تاع لافارين ديتا تاع الحليب. و هاد لا بيشاميل ماشي ما تحقاش كامل لي زيتينا، ندير لي زيتينا وندير بها حاجه واحده اخرى، هي تشد لي حتى 50 في الفريجيدار. شوفوا كيفاش نحرك حتى تفومي معايا انبول. ندير لو تاعي هكا، وبعد نضيفو الحليب. نديرو قيس كاس مع المره الاولى، وبعد نزيدو لي بقال ونحرك حتى تحسي لا بيشاميل بدات تتقال. باش تعرفي بلي وجدت لازم الفوي ديالك لي تخاص، وتشوفي بدات تدير لي بول داخ، تما لا بيشاميل ديالك وجدت. هاي هنا بدات تخطر. على نحيها، نديرها لا سيزونمون، ملح، شويه فلفل كحل و جوز الطيب. ولا عندك لا مارغرين تاعك فيها ريحه، ديري لها شويه تاع لا موطارد فيها غاسو. نديرها في الغيسيبيون ونديرها بابيتين ونخبيها في الفريجيدار نسحقها نجبد. فوالا جبت شويه نزيد في الزيتينات. بون هادو درتهم فطور الغدوة، دوك ندير شوية برك باش نوريكم. هلا ندير شوية في المولا كغاتا، نزيدو شوية فرماج من الفوق، ونديرو في الفور. فوالا بعد ما تقراتينا نخرجو، شوفوا كيفاش تخرج النتيجة. ما شاء الله، واحد البنة واحد الريحة فيه، فغيمون تخي تخي بون. نتمنى تجربوه ويعجبكم، ولا جربتوه عجبكم ديرو لي بارطاج، ديرو لي لايك اي لي كومونتير ما تنساونيش. خليتكم على خير، الى بروشان فيديو ان شاء الله.